أهلا بكم في النشرة الاقتصادية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو. افتتح وكيل الوزارة المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة مهرجان البحرين التجاري للتسوق بتنظيم من شركة المستقبل المعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات على مساحة تقدر ب3000 متر مربع. ويشارك في مهرجان البحرين التجاري للتسوق أكثر من 60 شركة ومحلا تجاريا يمثلون أبرز الماركات والعلامات التجارية في مملكة البحرين، وتشمل المعروضات الكثيرة من المنتجات الاستهلاكية كمواد الغذائية والمفروشات والملابس والإكسسوارات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية. ويتوقع القائمون على مهرجان البحرين التجاري للتسوق أن يستقطب المعرض أكثر من 40,000 زائر ومتسوق. بلا شك وزارة الصناعة والتجارة تشجع المعارض، سواء المعارض المتخصصة أو المعارض العامة، وتوقيت هذا المعرض جاء بمناسبة الأعياد الوطنية للبلاد ومن المعارض المهمة، والشركة من أول المعارض اللي قامت بهذه المعرض، واليوم أشوف أمامي معرض ممتاز جدا، وأعتقد أنه لو استمر هذا المعرض في السنوات القادمة رايح يكون أفضل وأفضل، ورايح يقدم نوعية ممتازة من المشاركين وبأسعار جدا تنافسية. أعتقد أن المستهلك البحريني بيكون من أهميته واهتمامه زيارة مثل هاي المعارض. فكرة المهرجان فكرة بسيطة، حبينا نجمع كل شيء بمكان واحد لنسهل حركة الزوار الناس، نعمل حركة ندعم الاقتصاد، نعمل شيء حلو على صعيد المجال المحلي. كانت فكرة التحضير للمهرجان أخذت معنا حوالي بين تنظيم وبين ماركتينج أخذت معنا حوالي شهرين تقريبا. حاولنا نستهدف كتير شركات محلية بحرينية. خطت صناعة الألمنيوم في مملكة البحرين خطوات رائدة في المجال الاقتصادي، وأسهمت بشكل فاعل في زيادة معدلات التنمية المستدامة لمملكة البحرين. الألمنيوم هي تلك الصناعة التي كانت إحدى عوامل تحقيق الطفرة الاقتصادية في الخليج، حيث بلغ استحواذ دول الخليج العربي على نحو 10 ملايين من الإنتاج العالمي لمصاهر الألمنيوم بمتوسط إنتاج يقدر بحوالي 5 ملايين طن سنويا، حصة ألبا منها نحو 900,000 طن سنويا. صناعة الألمنيوم في البحرين جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي، أتوقع أنه بحدود 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا تنظرين في صادرات البحرين غير النفط والغاز، صادرات الألمنيوم من البحرين أكثر من 50% من صادرات المملكة. وأعتقد تطوير صناعة تحويلية سوف يزيد من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خلق فرص عمل جديدة في مملكة البحرين، وأعتقد هذه واحدة من الفرص الواعدة جدا لنا احنا في الممتلكات. يعتبر قطاع صناعة الألمنيوم من القطاعات الهامة والاستراتيجية التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، كونها تساعد في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للمواطنين. البحرين هي رائدة في صناعة الألمنيوم، هي الدولة الوحيدة اللي ابتدت في صناعة الألمنيوم في عام 1971 بالقيادة الرشيدة، بالتوسع من خلاف المنتوجات النفطية. ألبا توسعت خلال كل 10 سنوات تقريبا، ألبا تتوسع إن شاء الله. ألبا الحين مقارنة بالدول مجلس التعاون الموجودة السملترز في الخليج تقريبا احنا من التوب اوف ذيم. طبعا ان تيرمز اوف من ناحيه الانتاج احنا نجي الثاني واحده قبل عقب الاي جي يو اللي هو الالمنيوم الامارات. كان لسياسة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مملكة البحرين دور كبير في استقطاب الشركات الأجنبية التي أبدت اهتماما بالغا بإنشاء صناعات من بينها صناعة الألمنيوم.